السلام عليكم ورحمة الله. موجز الثالثة من قناة المرابطون، أهلا بكم. قالت مصادر إخبارية إن المجتمع الدولي يحاول إجبار الحركات المنضوية تحت لواء منسقية الحركات الأزواجية من أجل التوقيع على مقترح الاتفاق الذي تقدمت به الجزائر من أجل إحلال السلام في الشمال المالي، والمقرر عقد مؤتمر بخصوصه في باماكو منتصف الشهر الجاري. خرجت عشرات النقابات والهيئات العمالية في مسيرات بالعاصمة نواكشوط بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لعيد العمال. المشاركون في المسيرات رفعوا لافتات ورددوا شعارات مختلفة، طالبوا من خلالها بإيجاد حلول للمشاكل التي يقولون إنهم يعانون منها. وطالب بعض الأمناء العامين للهيئات النقابية بتحسين ظروف العمال ومنحهم الاهتمام اللازم. هذا وقد سلم عدد من الأمناء العامين والنقباء لعدد من الهيئات والنقابات العمالية عرائض مطلبية لوزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة تحمل أبرز مطالب العمال المنضوين تحت هذه النقابات. من ناحية أخرى، عرض وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة في موريتانيا سيدنا علي والمحمد خونة حصيلة إنجازات الوزارة خلال العام المنصرم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة حلول ذكرى اليوم العالمي لعيد العمال الذي يصادف فاتح مايو من كل سنة. ومن بين هذه الإنجازات سن النصوص القانونية والتنظيمية وإنشاء مجلس وطني يعنى بالحوار الاجتماعي، وكذا الشروع في إجراءات تحديد التمثيلية النقابية. اختتمت بالعاصمة نواكشوط أعمال ملتقى وزراء الداخلية بدول المغرب العربي، وقد بحث الملتقى التحديات الأمنية التي تواجه دول الاتحاد والآليات التي تمكن من خلق تعاون مشترك لمواجهة هذه التحديات، وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهر على الشاشة. الرابعة موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.